ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. ولو سألت سؤالا ينبني على ما سبق في باب ما جاء في الرقى والتمائم، أهذه العبارة الصادرة منه عليه الصلاة والسلام أهي على سبيل الخبر أم على سبيل الطلب؟ أهي كعبارته عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أم ماذا؟ هذه الجملة تحتمل أن تكون طلبية، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام دعا بالهلاك على المتنطعين، ويحتمل أن تكون خبرية فتكون خبرا منه عليه الصلاة والسلام عن هلاك المتنطعين. لكن إذا كانت طلبية فلماذا جاءت بصيغة الخبر؟ لأنه ليس هنا صيغة دعاء، فلماذا جاءت؟ البلاغيون يقولون إن الجملة قد تأتي في سياق الخبر ويراد منها الطلب لفوائد مرت معنا: هلك المتنطعون، بمعنى اللهم أهلك المتنطعين. ما فائدة مجيء الدعاء في صورة الخبر؟ فائدته كأن هذه الدعوة قد وقعت وتحققت، فيكون فيه تخويف وترهيب للمتنطعين.